بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، انتهينا الحمد لله تعالى في الدرس السابق من كتاب الغسل، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض، والحيض أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات يعني معلومة، معلومة طبعا بالنسبة للمرأة بيبقى 5 أيام أو 6 أيام يعني في خلال مدة الدورة 28 يوم تقريبا، وقد تزيد وقد تنقص. وقوله تعالى وقول الله تعالى بالجر عطفا على الحيض، أي كتاب الحيض وكتاب قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض. والمحيض عند الجمهور هو الحيض، وقيل زمانه زمان الحيض وقيل مكانه. قوله أذى، قال الطيبي: سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته. وقال خطبي: الأذى المكروه الذي ليس بشديد، كما قال تعالى: لن يضركم إلا أذى، يعني أمر بسيط، يعني ليس يعني ضررا يعني شديدا. فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها. قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، روى مسلم وأبو داود من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، يعني هو ممكن يباشرها في أي جزء من بدنها يعني إلا يعني موضع الأذى وهو الفرج. فأنكرت اليهود ذلك، فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض، أي خلاف عن اليهود؟ قال: فلم يأذن في ذلك. وروى الطبري عن السدي، يعني كأن الصحابة يعني عارفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخالف أهل الكتاب، فلما اعترض اليهود يعني على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا كل شيء إلا النكاح أو اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أنكرت اليهود ذلك، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله ألا نجامعهن، أي في الحيض يعني خلافا لليهود؟ فلم يأذن في ذلك. وروى الطبري عن السدي أن الذي سأل أولا عن ذلك هو ثابت ابن الدحداح. الباب الأول في كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كما قال الإمام البخاري يعني الأشياء التي يعني فيها يعني خلاف بيورد الترجمة مورد احتمال، وبيدل على مذهب البخاري الآثار التي يذكرها. فهنا لم يذكر حديث مسندة، ولكن ذكر يعني حديث معلق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا حديث يعني جزء من حديث يعني طويل يأتي في الحج. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، يعني كان النساء قبل بني إسرائيل يعني لم يكن يحضن، ولكن يقول البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هذا شيء كتبه الله على بنات آدم أكثر، يعني أكثر قوة وأكثر من حيث حتى العقل، يعني كيف كان يعني النساء كنا لا يحضن قبل إيه يعني بني إسرائيل. فهذا يعني يدل على ما ذكرنا أن البخاري بيقدم يعني إذا كان مسألة فيها خلاف بيقدم الأثار التي تدل على مذهبه، وقد يرد أثار كلها متعددة على معنى واحد فيكون هذا مذهب البخاري.
قول كيف كان بدء الحيض أو ابتداؤه، وفي إعراب باب الأوجه المتقدمة أول الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه، لكن بلفظ هذا أمر وقد وصله بلفظ شيء من طريق أخرى بعد 5 أبواب أو 6، والإشارة بقوله هذا إلى الحيض، الحيض مكتوب على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول بالرفع لأنه اسم كان، والخبر على بني إسرائيل، كان أول أي على نساء بني إسرائيل، وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق لابن مسعود بإسناد صحيح قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجال يعني تتعرض أو تظهر للرجال، أو فألقى الله عز وجل عليهن الحيضة ومنعهن المساجد، وعنده عن عائشة نحوه. فهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد يعني صحيح. يقول المصنف قول وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قيل معناه أشمل لأنه عام في جميع بنات آدم، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن، أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة. وقال الداودي ليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا فقول بنات آدم عام أريد به الخصوص. قلت ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. هذا جمع حسن يعني أن الحيض كان موجود في كل بنات يعني آدم، ولكن يعني كان الذي أرسل على بني إسرائيل يعني شدة الحيض عقوبة. وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت أي حاضت، والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب، لأن طبعا إسرائيل لأن ابن إسحاق ابن يعقوب، ابن إسحاق إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وروى الحاكم ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بنتها والله أعلم. باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله يعني يبدو ابن المديني، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قول باب الأمر بالنفساء أي الأمر المتعلق بالنفساء، والجمع في قول إذا نفسنا باعتبار الجنس، وسقطت هذه الترجمة من أكثر ويد غير أبي ذر وأبي الوقت، وترجم بالنفساء إشعارا بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة في الحديث حطوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أنفستي، ولأن حكم الحيض والنفاس واحد يعني ترك الصلاة والصوم، وأن دام الحيض نجس ودام النفاس نجس، فيطلق على الحيض نفاس وعلى النفاس يعني حيض. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها قال لها ما لك أنفستي، وعائشة نفسها تقول فلما كنا بسرف حطوا، فيعبرت بالحيض والنبي صلى الله عليه وسلم ينعبر بالنفاس، فيقول ترجم بالنفاس إشعارا بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة بالحديث حطوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أنفستي. وطبعا من أدب البخاري أنه هو ترجم باللفظ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني وليس بالأمر باللفظ الذي قالته عائشة. باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، وحتى يدخل النفاس يعني لو المرأة وضعت يعني وهي يعني داخلة الحج، فأيضا نفس الإيه الحكم أن هي تفعل ما يفعل الحج، لأن كل المناسك لا يشترط لها الطهارة إلا الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، والطواف اللي هو ركن وطواف الإفاضة، فهذا يمكن تأجيله يعني ما يشترطش لأنه يوم النحر أو أيام التشريق، يمكن أن يؤجل حتى تطهر تماما وتغتسل ثم تطوف بالبيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل كما يفعل الحاج،
يعني هي تذهب إلى منى وتذهب إلى عرفات ثم مزدلفة وترمي الجمرات، تفعل كل شيء، ويبقى طواف الإفاضة بعد أن تطهر وتغتسل تطوف طواف الإفاضة. يعني حتى السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة، لو أن امرأة يعني حاضت بعد طواف الإفاضة فيمكن أن تسعى ليس عليها شيء. يقوله بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما أنفستي أو نفستي، وقيل بالضم في الولادة وبالفتح في الحيض، وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفسا، وذلك يقولون الذي ليس له نفس سائلة، يعني دم سائلة زي الذباب مثلا، أو أن هذا لا يتنجس يعني بالموت لو وضع في وقع في شيء لا ينجسه. وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد بابين. قول سمعت القاسم يعني أباه وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، قول لا نرى بالضم أي لا نظن، وسرف بضم المهملة وكسرة بعدها فاء موضع قريب من مكة بينهما نحو من 10 أميال، وهو ممنوع من الصرف فقد يصرف. قوله تقضي المراد بالقضاء هنا الأداء، يعني أدي أو فعلي، وهما في اللغة بمعنى واحد. قول غير ألا تطوفي بالبيت زاد في الرواية الأخرى الآتية حتى تطهري، وهذا الاستثناء مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة، وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتمامه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى، لأن هذا موضعه. الترجمة الثانية في الكتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مجرد من نرى عبد الله بن يوسف نتوقع مالك، وكذلك القعنبي، لأن دول أكثر الذين يعني روى عنه الإمام البخاري، يعني لأن وصل حديث الإمام مالك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فده يدل على إيه؟ على أن الحائض يعني لا تعتزل أو لا تخرج من البيت كما يعني كانت اليهود تفعل، بل يمكن أن ترجل يعني رأس زوجها يعني، ويمكن أن يباشرها. وأيضا الحديث الثاني قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام بن عروة أنه سئل، أخبرني هشام عن عروة عروة بن الزبير أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني، يعني سواء كانت حائض أو جنب، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة هي خالته أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يعني معتكف، أن الحجر كانت يعني على يسار المسجد، فكان يدخل رأسه لعائشة وهي في حجرتها وهي حائض، فترجل تسرح رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قول باب غسل الحائض أو غسل الحائض رأس زوجها وترجيله بالجر عطفا على الغسل، غسل الترجيل يعني تسريح، أي تسريح شعر رأسه، والحديث مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل، وألحق بها به الغسل قياسا أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائط، فإنها صريحة في ذلك ودل على أن ذات الحائط طاهرة، وعلى أن حيضتها لا يمنع ملامستها بل يتجنب موضع الأذى. قول أخبرنا هشام في رواية الأكثر أخبرني هشام بن عروة، وفي هذا الإسناد لطيفة وهي اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه، لأن إبراهيم بن موسى يقول أخبرني هشام بن يوسف أن ابن جريج، فهو هشام يعني ابن جريج تلميذه هشام وشيخه هشام، تلميذه هشام بن يوسف وشيخه هشام ابن عروة، فكأنه يقول إن هذا نوع من أنواع يعني علوم الحديث، يقول هي اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه، مثال هذا ابن جرير يعني عن هشام وعنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف، وهو نوع أغفله ابن الصلاح، يعني لم يذكره ابن الصلاح في المقدمة التي يعني ذكر فيها علوم الحديث.
قوله مجاور أي معتكف، وثبت هذا التفسير في نسخة الصواني في الأصل، وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد، وألحق يعني عروة الجنابة بالحيض قياسا وهو جلي، لأن الاستغفار بالحائض أكثر من الجنوب، لأن الحائض يعني قد يعني يصيب شيء من الدم يعني، ولكن الجنوب يعني ما فيش يعني هذا المحظور، وألحق الخدمة بالترجيل. وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، لأن أصل المباشرة هي مس البشرة للبشرة. فقوله ولا تباشرهن يعني المراد الايه، مش مجرد المس، ولكن المراد مقدمات الجماع، الجماع ومقدمات الجماع بالنسبة للمعتكف، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد، لا تكون في حجرتها. وقال ابن بطال في حج على الشافعي في قول أن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء، ليمس المرأة ينقض الوضوء، كذا قال ولا حجة فيه، لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، يقول أن الايه أن قد يكون يعني توضأ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة، وكما يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء، يعني كأن المراد مس البشرة وليس الشعر، والله أعلم. الترجمة الثالثة، يقول إمام البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، قال وكان أبو وائل يرسل خادمه، الخادم يطلق على الذكر والأنثى، يعني خادمه وهي حائض، يعني المرأة الخادمة وهي حائض، إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته بالحبل الذي يعلق يعني منه وليس المصحف يعني ذاته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور ابن صفية، صفية بنت شيبة، أن أمه حدثته، هو طبعا منصوب هنا لأمه يعني وليس لأبيه لشهرة أمه، عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري تقول وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قول باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، الحجر بفتح المهملة اللي هي الحاء وسكون الجيم، ويجوز كسر أوله في حجري. قول وكان أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، وهو التابعي المشهور صاحب ابن مسعود، وأثر هذا وصلاح بن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح، كان أبو وائل يرسل خادمه أو جاريته وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف. قول يرسل خادمه أي جاريته، والخادم يطلق أو الخادم يطلق على الذكر والأنثى. قول إلى أبي رزين هو التابعي المشهور أيضا بعلاقته بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه، مصير يعني من أبي رزين وأبي وائل. ومناسبة الحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن، أن يعني القرآن في جوفه وهو وينام في حجر الحائض أو يتكئ في حجرها وهو حامل القرآن، فكأنه جراب المصحف لأنه حامله في جوفه موافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم والاتكاء لا يسمى في العرف حملا. قوله سمع زهير هو ابن معاوية الجعفي، ومنصور هو ابن صفية منسوب إلى أمه شهرتها، ومنصور ابن عبد الرحمن الحجبي، وأم صفية بنت شيبة ابن عثمان من صغار الصحابة. قوله ثم يقرأ القرآن، المصنف في التوحيد يعني كتاب التوحيد في الجزء 13، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، وفي جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة، وفي جواز القراءة بقرب محل النجاسة، قاله النووي، وفي استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة
قاله القرطبي. يعني بدل الحائض نفسه ليس نجسا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.